والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده وقرأ بالمعوذات ومسح بها جسده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. أخرجه البخاري. قوله تزيره القبور تحمله على زيارة القبور، أي تميته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيرا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرجه مسلم. قوله الناضح: البعير الذي يستسقى عليه. وقوله يعتقب: يتناوب في الركوب عليه. وقوله فتلدن: تلكأ ولم ينبعث. وقوله شأ: كلمة زجر للبعير. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: قد سألت البلاء فاسأل الله العافية. قال: ومر برجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: قد استجيب لك فسل. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. متفق عليه. قوله قائم ملازم ومواظب، وقوله يصلي يدعو. عن أبي موسى رضي الله عنه في شأن ساعة الجمعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. أخرجه مسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا: استجيب،
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. قوله تعار استيقظ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. رواه البخاري ومسلم.